عمرك سألت نفسك هو احنا عرفنا كرة القدم في مصر ازاي؟ طب بلاش دي، سألت نفسك قبل كده احنا تعلمناها من مين وعرفنا قواعدها امتى وازاي؟ دخول كرة القدم لمصر كان ليها حكاية طويلة قوي، واللي علمها للمصريين شخصية محدش يتوقعها أبدا، وكان سبب في إن مصر تتخلص من الاحتلال الإنجليزي. زمنك دلوقتي بتسأل نفسك مين هو الشخص ده وإيه علاقة كرة القدم بالاحتلال؟ احنا هنقولك. في سنة 1882 مصر وقعت تحت الاحتلال البريطاني، وقتها هزم الجنرال ويلسلي وزير الجاهلية المصري أحمد عرابي واتنفى خارج مصر، وكانت العباسية في الوقت ده مقر السكنات العسكرية للجيش المصري في عهد الخديوية المصرية، ده طبعا غير سكنات قصر النيل. لكن الجيش الإنجليزي احتل السكنات والأشلاءات دي، وبقى اللي موجود فيها جنود إنجليز بدل الجنود المصريين. وقتها الإنجليز عملوا قواعد علشان الكل في مصر يمشي بيها ويعرفوا يديروا الدولة بيها، وده طبعا خلى ان كتير من الثقافة الانجليزية تتنقل للمصريين عن طريق الجنود في الجيش الانجليزي وغيرهم من الموظفين اللي تولوا ادارة شؤون الدولة. وكان جزء من الثقافة المنقولة دي متعلق بكرة القدم، بس برضو البداية ما كانتش من هنا. بس تعالوا كده نرجع لوقت ظهور كرة القدم. كرة القدم ظهرت كلعبة في سنة 1863 في بريطانيا، وعملوا لها قواعد واتحاد خاص بيها. القواعد دي ما كانتش ثابتة وبتتغير من مكان للتاني جوا بريطانيا، وكان معروف من زمن قوي ان كرة القدم لعبة بريطانية خالصة. وبعد 8 سنين من انشاء اتحاد لكرة القدم بقى موجود 50 نادي لرياضة كرة القدم. وفي سنة 1872 شكلوا الاتحاد الانجليزي وبدأت اللعبة تظهر في بلدان تانية. نيجي بقى لانها ازاي ظهرت في مصر. كان في الاشلاءات الموجودة في العباسية وورش الجيش الانجليزي شاب اسمه محمد افندي ناشد. الشاب ده كان متأثر بالانجليز في كل حاجة، ثقافتهم وطريقة معيشتهم، لحد ما في يوم شافهم بيلعبوا لعبة بكرة مطاط وبيسموها فوتبول. ناشد قال وقتها انه عاوز يجرب وراح لعب معهم بالفعل، وعرف قواعد اللعبة وقوانين دحرجة الكرة بالرجليه والمراوغة والتسديد. وأول حاجة فكر فيها ناشد إنه عاوز يكون فريق مصري عشان يلعبوا ضد الفريق الإنجليزي ماتش ويهزمهم فيه، بعد ما هم هزموا المصريين في معارك عرابي. طبعا هتفتكر وانت بتسمع كده إن ناشد كان بيكره الإنجليز، بالعكس ناشد ما كانش بيكرههم ولا كان معادي لهم حتى، بس هو كان كاره وجودهم في مصر، وفي نفس الوقت مش حابب طريقة الكفاح المسلح والحرب، فشاف ان كرة القدم هي الوسيلة اللي ممكن يهزم بها الفرنسيين نفسيا. وعشان كده بدأ اول خطواته في انه يحقق حلمه، وبدأ ناشد يجمع الشباب المصريين ويكون منهم فريق وسماه التيم المصري او فريق مصر. الفريق ده كان فيه ناس التاريخ عارفها بعد كده زي احمد رفعت ومحمد خيري وإخوان جبريل، وناشد هو اللي كان مسؤول عن تدريب الفريق. وبعد فترة تدريب طويلة بعت ناشد باص لفريق الأورانوس، أشهر فريق لكرة القدم في المعسكرات الإنجليزية، عشان يلعبوا ماتش. فريق الأورانوس لبى الدعوة وقرروا إن الماتش يتلعب في ميدان كارميدان اللي معروف دلوقتي باسم ميدان صلاح الدين. وكان الحكم في المباراة اللي كانوا بيسموه زمان ريفري موظف إنجليزي في هيئة سكك حديد مصر، وانتهى الماتش بفوز الفريق المصري. بس الموضوع كان أكبر من فوز في ماتش، وزي ما يكون المصريين كانوا مستنيين مكسب المباراة دي، لأنهم فهموا وقتها إن هزيمة الإنجليز في أي حاجة هم هيقدروا عليها، زي ما حصل بالظبط في الماتش. ومن هنا بدأوا المصريين يتعلقوا بكرة القدم وتجننوا بيها، وانتشرت في مصر كلها وبقى لها شعبية كبيرة.